صح حاله خصنا نحتفل بها يوميا. يمكن عند موالي اللي كيعرف الحب ولا تيعرفها. داك الشيء ما احنا ما احنا بدويين ما تنعرفوا والو. لما كنعرفوا عيد المسيره، عيد الصغير، عيد الكبير، واخا من غير داك الشيء ما كاينش. ما تنهتموش بداك الشيء. فهمتي؟ كاين والدي موالين داك الشيء موجودين. حالات. ايوا الناس اللي عندهم الذكاء وشادين حساب الهادي وهادي وهادي وهادي. ها عندي الذكاء غير ديال ما كملتوش كاع الذكاء ديالي غير مني راسي وما كملتوش. عاد نقلب على شي حاجه اخرى. لا انا الايام ديالي دوزناها احنا في السن ديالنا دوزناها كله في الشقه. ما تنعرفوش الحب كي داير. واش الحب ديال النيشه ولا الخدمه ولا الفلوس ولا ديال كل واحد والذكاء ديالو الحب ديالو كاين. بالنسبه ليا عيد الحب راه حياتنا كامله حب، ايامنا كامله حب، وما كنتمنوش ان نديروا نهار للحب، لان الحب خصو يبقى ديما بيننا. والحب والله هو الاول، حب الازواج، حب العائله، حب الاصدقاء. وكنقولوا نهار يعني سعيد لكاع الناس اللي كيبغيو بعضياتهم. نبغي امي وبا الله بعدا اول حاجه، وامي وبا وراجلي وعائلتي وصحابي كاملين. صراحه كنبغي الناس كاملين. الحب راه ماشي حب غير زعما بين جوج الناس، الحب راه حب العائله، حب الله، حب الوالدين، ماشي بالضروري يكون غير حب علاقه ديال جوج ديال الاشخاص. انا حياتي كامله حب، وكنحتفل معاهم صباحا مساء، يعني ما عنديش واحد النهار اللي مخصص باش نحب فيه شي حد. حياتي كامله صراحه. انا اليوم الاحمر يعني بالصدفه، يعني بالصدفه يعني حيت كاين عيد الحب. كما قلت لك انا ايامتي كلها حب، العام كامل كيجوني كادوات، يعني ماشي بالضروره نتسنى هذا النهار باش انا ندير يتبني الكادو. صراحه عيد الحب انا ما كنعترفش به نهائيا. خصكو علاش عيد الحب دابا ولاو كيقول تيديروا الشباب تيديروا شي حوايج اللي هما خايبين، تيمشيو شنقول كل كيتانسبيرو من اوروب بزاف، من الشباب ديال اوروبا بزاف. علاش حنا دوله مسلمه ما كايناش عيد الحب؟ عيد الحب نفرح بماما، نفرح باختي، نفرح بلا فامي، نجي نجلس في الدار نديروا اون سواري صغيره نفرحوا مع بعضياتنا. اما باش تقول لي ندير عيد الحب مع الصديقه ديالي ولا مع الاصدقاء ديالي ونخرجوا شي لابس مينيا، شي لابس نوت، شي لابس الحمار غوج، داك الشيء نوع داك الشيء امبوسيبل، داك الشيء ما مدخلوش انا بعدا لبالي. ونتمنى كاع الشباب تا هما يدخلوا هذا الشيء لبالهم. فرحوا بماما وماواتكم خوتكم سي بون. شي حاجه واحده اخرى لا، انا كون كنت الخطيبه ديالي متفق معاك نقد نجيب ليها كادو ديال عيد الحب. اما باش تقول لي الصديقه ديالي غنكون ما يمكن علاش ما نجيبش ليها حيت نقول حنكون دوك الساعه مازال كنتفلو. فهمتوني؟ مازال كنتفلو. ملي كتكون المدام ديالك ما كاين لا ضروري عيد الحب ضروري والحب والام والاخت ضروري. اما شي حاجه اخرى انا ما متفقش معك في هذا الشيء. عرفت انا لا كنبغي باسكت صافي. كنحب ماما وبابا وباسكت وصاحب شي راي اصلا راه بصح راه اللي تيبغي راه تيبغي ديما، ما تيبغيش في نهار عيد الحب. انا فهمت بحال باسكت تنبغي ديما، راهي صاحبتي مخبيه تنبغي ديما. انا كنعترف به بالاخص حيت عند اختي الاخت ديالي عندها عيد الميلاد هذا النهار نيس، جانيت مع عيد الحب ديال اليوم. انا كنهدي لها نيت هذه البريده، كنهدي لها عيد الحب، ندخل لها بالصحه والسلامه ان شاء الله وطول العمر، وكنتمنى المغاربه كلهم ان شاء الله باذن الله. احنا كل المغاربه كلها ان شاء الله عيد الحب ديال طول العمر ان شاء الله. كنهدي عيد الحب للوالدين ديالنا اولا، بعدا لخوتنا لبعضياتنا.